هذا عصفورة جنة. لا والله أبيض أبيض شو أنت تسوي كله أشتري بوزة. بوزة واقفة يا أخي. هذه بوزة الكوسة. اسمع. بس هذه بوزة كوسة. واحد عم يسأل الشيخ. قال له شيخنا نحن لما نطلع إن شاء الله على الجنة بيطلع لك حور عين. قال له بيطلع لك. قال له طيب نسواننا شو نسوي فيهم؟ قال له نعذب فيهم الكفار. كل واحد والله دخلت في الحكي الحكي الشيوخ هذا قد كثير احنا يعني العذب فيهم كفار هذا واحد بس هاي شو المانية هذه روسية هذه اللي شافها الاخر احمر هذه ما تكون عارف روسية هذه شكلها والله هذا شوف قطر يا اخي وين هذا عم بصيد عارف شفت هذا اللي عم بصيد قلت لك عنه اه والله هذا هو الحلبي الحمصي والله فاش هذه ما شفت هذا يعني الحركه هذه انا صور